بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفصل والوصل. الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت. ففصل لدى التوكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال وعدم تشريك في حكم جرى أو اختلاف طلبا وخبرا وفقد جامع ومعي هام عطف سوى المقصود في الكلام. وصل لدى التشريك في الإعراب وغسل رفع اللبس في الجواب وفي اتفاق مع الاتصال في عقل أو في وهم أو خيال. الفصل إن لك لصعه يا والوصل إن لحريريه نفذك معنيه واسدة وحنا أجيدا جملة إن لإسكو عطفه إيا إن لإسكو عطفين. الفصل فصلك ترك عطف جملة جملة عطف كيدا لغا تقوي جملة وأتت من بعد أخرى جملة كالقراش هذا عكس وصل هذا كاسي عكس وصل وصل دوجد جيوي وصل جو غثبة سبنا هذه فصل محل يرهدا وصل محل يرهدا أرنت هذا تعريفني يا وحنصور شيءني أنكسر جني فنجي معانجة بلاغد وسد حفرني أيك كوبنت هاي فنجا معانيك وكهد ليه مضابقة الكلام اللي مقتضى الحال وأنك صمر وحافظ من تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني. معانيك وكهد ليه ومضابقة الكلام اللي مقتضى الحال أبواب توكك وابناء يا وحيا هاي سديد باب سديد باب لبقى بقيم سميين قيم جملة مفردات كذا أي كهد ليه قيبنا جملة دو ودا سعوطة ايه كهدليا قيبتي جملة دو مفردات كيدا كهدليا لا جملة دو مفردات ليسو كيني كلمات ليسو كيني قيبتي كهدليا سي اكا صبحني لح باب بايا هايين لح دا باب اسناد كقونيب اوغا هدلي مسند إليه قونيب اوغا هدلي مسند كقونيب اوغا هدلي متعلقات فعل قونيب اوغا هدلي أريما كنت أعلقه كلمات كاس مدول بقوني ديسوا قصري إيا فصلي إيا وحاس قصري إيا وحانو جيدا أريما هاسين قوني بوغا هادلي أريما هامركو سود نميي يا وحوك هادلي جملة دودوب كيدا أحكامتي كنت أعلقيسي لبا بابوية باب وباب كان الفصل والوصل وبحي بابنا وباب كو حيود معاني كبا وكو ربانا يوه الإيجاز والإطناب والمساواة. باب كان فصلها هي وصلها وجدد يسأل مصنف كبوه تعريفيه فصلها لما الجملة إن على إسكو عطفين وعي يعني لما الجملة إن إسكو عطف وعي فإذا ذا كجرت بحيتها أرنت أسرع إنه كهذا وصلها أنا ولما الجملة إن إسكو عطفه وعطف كفوائد وكجرت بحيتها. باب كان الفصل والوصل وباب كبلاغة ونمرك إسكو ضره وقوم موسى يعني وقرسوني بدن وايو فوائد كجرتا ان لاسكو عطفو اما فوائد كجرتا ان لاسكو عطفين ارين قف ولبو فهمي كرما مصنف كمان بواضع ير ايو كشيدي وايي فصلغا جمله ان لاسكو عطفين يا جمله ان لاسكو عطفو عطفك او كهدليو حروف العطف ك عطف كنت عطف و هدلي و عطف النسق لا عطف كلام و قيب سمي عطف النسق عطف البيان سماي عطف النسق و هو كهدليو عطف النسق حروف غار اهانه دا لو استعماله سغال حرف با لو استعماله اما marka laga bixiyo sagaalka حرف xarafka uu ka hadlo rabo isku cadafka ama isku cadaf laanta waa waw oo kali ah sabab kale waxa weeye xurufta cadafka loo isticmaalo marka horeba laba ay u qaybsamayaan qayb jumla cadfi karta iyo qayb aan jumla cadfi karin ay u qaybsamayaan la jumla way waxa hadda laga hadlay mufrad ma مفرد هذه اللي سقعت فيها مسند كي مسند إليه حاجة سو كذا سو هذا لي الجملة اللي سقعت فيها وحكا هذا لي حروف حروف العطف كأقار إن جملة عطف كريم باجرة وأفر حرف جملة ما بعطفان وحتى لا لكن بل أفر تا حرف جملة وما عطفان
أم أيد ولفت هذا حرف العضفة مركا أي مركا أي دبر عضه معه همزة الاستفهام مركا أي دبر عضه لفت هذا الجملة هنا عضفتها ما بدنا مفردة عضفتها سيدا بدنا إذا أنا كبحي وحكوس وهاري أفر حرف مركا أفر تا حرف ووضع مويه سد حدا كلي معنى خاص أهاني دي فائديا يعني الجملة مركا عضفان هي مركا مفردة عضفان بمعاني خاص أهاني دي فائديا كوا معاني دو ذا ضل لقلي هي عضف كا وحيامها نوكهد لدونه دوين لقبالها ويو فائدة يثم ذا يوحي فائديا فائدة يثم ذا يأو وسد حراس وحي فائديا معنى لبدك جلبد الجملة أما لبد مفرد مركا يسكو عطفان معنى كفائديا معناها سي تراخب النقرية معناها سي شكب النقرية تشكيك النقرية دي وحي يسوي تريوي الغرض هذا معاني ذك لفائديا لأن ما هو حق كهذا الربو هو حق هذا الربو وو وكلي ومطلق للجمع فائديا معضوف يا معضوف عليه أنا يسكو حرتو كلمة فائديا هالضباء ووضع معضوف يا معضوف عليه كلي يسكو حر الجملة مركا يسكو حري إنا يسكو حرتو دنت اللي جلي محيطه إن ما يلقب التجار عضف لسه ما يندنت اللي جلي أرنك هسوي وكهذا الربو سلا وفاء الفصل وفصل ترك عضف جملة جملة عضف كذا اللي جات تقوي جملة ذو أتى تمد من بعد أخرى جملة اللي جراشة تمد عكس وصل هو خبر مبتديه كعضف يهي هذا فصل قاسي عضف وصل وصل عكس يدب جد جيوي عكس وصل قاثبات سبنا هذه ففصل ذات توكيد والإبدالي لنقطة ونية سؤال وعدم التشريك في حكم جرى أو اختلاف ضلبا وخبرا وفقد جامع ومع إهام عطف سوى المقصود في الكلام فافصل فصلي وعضف هكيني لدى التوكيد أتكين تأكت هذا والإبدال بدل كأكتي لنقطة فائدة درت هذا اللي بدلي ونية السؤال سؤال نية هذا درت هذا وفصلي وعدم التشريك وذاجين لأنتي أفصلي في حكم حكم لو ذاجي حكم كأجراء دعيو أو اختلاف أما إسخلاف درتي أفصلي طلبا وخبرا وسو خلافي وفقد جامع وحسو كانوا لأنتي سأفصلي ومع إيهام عطف عضف موتين تيسة درت هذا أفصلي سوى المقصود وحي اللو جيدي وحانهين في الكلام اللو جيدي وحانهين وكو موتين يو يعني وحيابها فصل لك ينوي جملة إن الله عطفين وو لو عطفين لما الجملة إن الله إسكو عطفين تضباء الرماد أيو تريي تضباء الرماد وحاوه الرئياء لدى التوكيد جملة إياد شاكتي جملة كلا ربطة إن الكو توكيد يسو توكيد كا توكيد كي لفذي هاي عادي أهم هكا واسو مرري يوحو كهد ليا لما دي جملة مثل معنى وضعتها لما دي جملة إسكو توكيد كو دي مؤكد مؤكد كلا أتكين يي مؤكد كوسكو معنى فائدين يي ده جملة ده دم الجملة ده هو معنى ما باكي بدينا ته معناها لكن معنى هذا مدموم كيسة أيه وحو أتكين يا وسيح جن يا جملة ده هو معنى هذا مثال ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك مبتدا الكتاب ولا خبر ذلك الكتاب والجملة ذني وحيث سني كتاب كاني كتاب لماذا إنه حقيقة كوياي إسلام كان كامل ياي شرفتي سنة مال سنة أي جوكت أرنكا وحطو سنة يا جملة دو معرفة الطرفين لغا ديجي اسم الإشارة أو بعد لغا ديجي ذلك كتاب كدري جديس أي آدو سرريس وأن يسوى من اسم الإشارة معاني دا معوها إشارة الله استعمالينا يكميتاي تشريف شيء الله شرف يو ولما مركا بعد الله استعماله بعد وحطو سنة يا تشريف كتاب كإناء الله شرفه الكتاب أشي اللي قليه ولي بالجنسية ده أنا وحي تسيني كتاب لمديس إناء لما يسترد وحصري إضافي قاها يعني كتاب لمديس سفي عنو لما يسترمه وهي هي معناها اللي فهمه وكتاب كإناء الله تشريفه إنه لما يسترين هي يهي لا رأيب فيه توكيدني لا رأيب فيه معناها دبعية وحلا شكية ماها كتابكم كتاب لمديس كامل لهي شككم مجرد معناها هو سوى اسات كينيا والجمله ده من جمله ده هوري توكيديني معناها هي توكيديني وايه هي لذا توكيد والابدالي
جبلده هوري جبلدان دنبي أي بدل كتاي بدل كي عادي أهان ما هي وبدل معنى أهان أي بدل كتاي أو جبلدي هوري معنى هي الوصول شيء معنى مضمون كيسة أي جبلده وضطاي ولبا تفسير نيسو مثال فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم فوسوس إليه الشيطان آدم شيطان أي وسواسي هذا الشيطان وسواسين تيسي ووسواسية ويتضوب طيب هو وسواسي قال يا آدم قال يا آدم يجبلو إنك صعدة وربك تفسيري وسواسك وحويه هذا وسواسك وحي وهاي تفسير كذا بدل هان لغة دقي ولغة عطف لما بدل بدلوا به الله اسمه عطفه وياي ذلك الكتاب ونيتي سؤال هذا البات شيكتي هذا كان آت شيكتي مخاطب كسؤال بك كيني كريا مخاطب كسؤال كيني كر هذا ما مخاطب ك انتو سؤال شبك كينين وحي سؤال لها جوابتي سأيات أرعيسي مركا هذا الكاغي هوري كنا بيسكم حيري كرتين مثال واحد تلي لا تصاحب زيدا زيدا لا صاحبين قفكم كيني كرا معد عنه لا صاحبين انو يرهدو انتو اذا سؤالك ان واحد ترى لا تصاحب زيدا انه فاسق فاسق وانه فاسق دم بنانه واي سؤالك وكين لها جوابتي دي ويه ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا ظلم قسميه ولا هذلي سؤالك ما له سمها ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون وسؤال درتيده جوابتي جملته هوري لا دبا دغيو يعني لو عاد في كريم وعدم التشريك في حكمه جملة ظهر إيه جملة ظهر الدمبة سكون ربه مسعودان حكمك ماشي يلا مو ذا جيان بره دين وذا عضف كده مشارك وزيادة أيو فائدة سيد هذا ومعضوف معضوف عليه حكمك إني وذا جان أيو فائدة حكمك بره دين وذا جينين عضف ما بنانه مثال وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم إنما نحن مستهزئون مرافقين هذا الكوضب الله يستهزئ بهمنا وكلام الله وطوب بلا حكاية هذا الله يستهزئ بهم لغم عطف كرو إنما نحن مستهزئون ويسكحوا معها هذا الكهرين مرافقين باي هذا الكندبنا هذا الرب سبحانه وتعالى وبلا حكاية أويان ومحوها جزوه ذي ربي كشيغي هذه الله عطفسه مقول القول كأي سوق لها وهذا الأيق وأي دهيم بو إيكان لها ويهي وحاك له لماذا الجملة هذه دي أرد لماذا الجملة الإسكو عطفه وحال لازمة الزمن كوينه كإتحادان لفظها كإتحادين أم يين كإتحادين يعني لماذا الجملة وينه طلب إسليين أما خبر إسليين معنى أهان جاء زيد وقام عمرو أردت وإنيته أردت وإني النقونين اضرب زيدا وقام عمرو اضرب زيدا دو أمر إن شاء قام عمرو نوى خبر اسكو ما عطف كري مردية اسكو زبن هين يا لفظي أهان أيوة اسقر مرسل اسكو زبن هدي هو اسكو عطف كري يعني اسكو وقت هدي الله وضو وقال اسكو عطف كري أو جملة خبرية معنى هذا وحلقوه هذا طلب وسيروبي كرتمر كان لسكو عارفه وكلبوي وعاجره هذا ده يكون هذا الآن إسكناف وياه وفقد الجامعين وح السكان لهين وح الأسبوع عفين جامع كده حي ينجرين مثال واحد ترى جاء زيد عمر عالم جاء زيد وزيد ويمين عمر نك عمرها عالم عالم وي ويا عالم وهذا عمر يا إماتك زيد محك الحين كريا حك ما دحيو مر جامع بهدوس إنجيني سكيني كرا هداي زيد كي عمر كو صاحب يهين وجامع كده الحين كرو لكن عمر أردن كيمد زيدنا عالم وهي واحد سجى حرام بنجر وياهي ومع إبهامي سوى المقصود في الكلام كي تضبطه هذا عضفته عضف كوه كيني يا معنيه لوجيدي معنى آن هين يكون متسيني حذف مبنانا مركا بيت شاعر يقول وياي إيه وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا إيه بدلا أراها
وراها وراها في الضلال تهيمه. وتظن سلمى سلمى وحي أمرين أنني أنا أبغي بها إن أن كطلب بدلا بدل كلا إن أن كطلب إن أن عدك لك بدش يوم ليس بدلا وراها وحن أمرين ذن سلمى أما أي تهيبة في الضلال تهيم وبعد نما يكور كده هو رسته هاي يعني بعض يسنت هاي ما دام يوقع ذاتنا عدك لك بدش وهي هي. وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أبغي بها بدلا صما أراها هضوة والعضف قليه وحين قل له تظن ظن هذا مفعول ثاني كذا يكون عثران له. وتظن سلمى أنني أبغي ما هي أن هذا خبر كذا يكون عثران له أنني أبغي بها إن كطلب بدلا وأراها إن أم لين يأي أم لي يلا يسلمى لن نقطع ينقل له معناه أن مجد وأراها في الضلال تهيم وجملة سجى وط وكون الدين يو ظن يسلم وكون الدين يو مرك عاضف كأي حكومة لين مقصود كي وحن هنا يكون موتين يا سلا يوجيرة سجى وحياة مثال هذا فربنا يشك شيء ففصل فصلي لدى توكيد أتكين أكت هذا فصلي أو جملة الدباء الجملة هرم معناها وأتكيني والإبدال لدى الإبدال بدل كأكتيسة فصلي بدل كبدل بعض يبدل كل يبدل اشتغال كدورها النهضة لنقطة فائدة هذه انت إذا درت هذا لو بدله ونية السؤال سؤال لي إذا درت هذا أفصلي أو سؤال ما الله هاد جواب تيدي وعدم تشريكي وذاجين الآن تي أفصلي في حكم حكم أي وذاجان الآن تي حكم كأو جرام يالي أو اختلاف أما اختلاف درتي أفصلي طلبا من جهة الطلب إيه وخبر من جهة خبر أيسو خلافين وفقد جامع جامع الآن تي سه درتي أفصلي ومع إيهام عطفنا عضف عضف كموتين تيسه مع هذا فصلي سوى المقصود دي وحي اللغة قصدية وحانا هين وكل موتين في الكلام هذا اللغة قصدية وصل لدى تشريك في الإعراب وقصد رفع اللبس في الجواب وفي اتفاق مع الاتصال في عقل أو في وهم أو خيال وصل حريري أو عضف جملويك اسكو عضف لدى تشريكي وذاجين أكت هذا في الإعراب إعرابك إن هذا وذاجسها دوني وقصدي رفع لبسي لبسي ككوريالي ديسة وجيدة ديسنا وصلي أو عضف في الجواب جوابك أتك كوريالي وفي اتفاق وافقصني مع الاتصال اتصال معي للقب وفي عقل أو في وهم أو خيار أي وافقين فصلها أسباب تكينتا أما فوائد تكينتا يوشيغ يا يوسد حرمون يوكشيغ أرن كوري وحاوية إعراب كنا لماذا جملة دون إساء إعراب كنا وذاجسه وحبان عوف فصل كينانا مجرى وحثر زيد قام أبوه وعمر قعد أخوه وعمر قعد أخوه جملة دان يوحد دون إساء جملة دي زيد إن أكو عضفته لماذا عضف كاسي محوها وحبان عوف دين ينا مجرى مرد دون إساء إعراب كنا وذاجسه زيد قام أبوه وقعد أخوه وقعد أخوه جملة جملة خبرك وعضف إعرابك هذا وذاجني عدم الإعراب إلى وذاجس هذا دوني نوال ميت وايهي وعكم إذا جواب أي واحد دوني لبس إنا كقادو هذا عطف وحرف العاد واو هذا كين جوابك أي نغور أي وعن لفهم كريم مثال ما أقول هل جاء زيد زيد ميمي وعاتل لا مركز ربط الدعاء إلى أدعيسه من كان أدعيني أما زيد كيف أدعيني لا وغفرك الله له هذا هو وودة كان لا غفرك الله به نغني إله كومنت من نافع وإحكاني مركز جوابته إلى لبسك قادوا أيادوني مركز عضف كان وعاتل هذا لا وغفرك الله ويهي وعاكروا عضف كان إياه لماذا جملة وإسوا فقسيين وفي اتفاق جملة إسمية يسليين أما جملة فعلية يسليين وياي أو كمال الاتصال وحلي هذا كان حياة إسلام مركها معنى أهانة عقلها وحكينا يا لماذا الجملة إنه يفهمه إنه يفهمه وحلو جدا لماذا الجملة وحيسكو يهين ضد يعني الجملة ده الجملة ده سيكسوه رجدة وحاتل قام زيد وقعد عمرو قيام يقعود ضد بيسو يهين ذلك وحالي هذا مد مركز لفهمه كان كلا وفهمه هذا المشيء بحطه
قام زيد هذه اللي يراه إنه سفدينا الفهمي زيد إنه سفدي فدي والفهمي مر هذا الفدي فهمي مناسبة كده حيسة مناسبة ضدية كده حيسة لما ذا الجملة ده لما جملة فعلية إسليهن أم لما جملة اسمية إسليهن إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم كلوا واشربوا كلوا عنا واشربوا عبد لما ذا الجملة والله بضب وإنشاء وأمر مع ذلك هذانا مناسبة ضدية إياك كده حيسة وكا وصل حريري وعضف لدى تشريك وذا جنت أكت هذا في الإعراب إعراب كله وذا جنيه وقصد رفع اللبس لبسك كخرقادي ديسا أكت هذانا وقصد رفع اللبس لبسك كخرقادي دي أجيدة هذانا فصلي في الجواب جواب كله قاضو وفي اتفاق اتفاق نحديثنا وصلي مع الاتصال يو حرير مع هذا اللقب وفي عقله عقلي يوهمي يا خيال وحا متكلمين تا استعمال غلا حكم اللي يراه ذو يعني مسكح ذا يقيبين ايانا وحيليهين عقلي معاني ذا وكم فهمي كرا عقلي اللي يراه ذا وهمي يا خيال يوحا مجرى يتوهمي وحا يسي قيبيا وحا نقال نماها في عقلي هان يعني عقلي وعلى مدى الدين اسكسو هرجيدو ده عقلي مركي بوا فهمي قعود يو قيام اوكالي أهل النار يا أهل الجنة أوكله كاسو عقل أجيده وهمنا وحيواس مثالنا يا رافير الدورة وصل مع تناسب في اسم وفي فعل وفقد جامع قد يصل في كامية والوصل عضف يحرير مع تناسب مناسبة مع هذا العطف في اسم اسم النماء مناسب كوا وفعل فعل مناسب كوا وفقد مانع وحدي دول أنتي قد وصل فيها والا دورتي لا جملوين مركه لاسكو عطفيو وحا في عن جملوين كمناسب ان اسوين انت اسو جيده او جملدو اسم النماء لبد جملو لاسكو عطفيو اني اسميه اسلا نوقدان اني فعليه اسلا نوقدان مركه وحا لغا فيعن هي جمله اسميه اي جمله فعليه ولا اسكو عطف كريا لكن جمله اسميه اي جمله فعليه ان اسكو عطفو وحا كفيعن مناسبه اني كدحيسو الفعليه اسليين اما اسمي انت اسو جيده والوصل عطف يحريرين مع تناسب مناسبة مع هذا الحريريو في اسم اسم النماء أي مناسب كويهين وفعل فعل وفي فعل فعل أي مناسب كويهين يو فقد جامع وفقد مانع وحديدو وسنجرين قد وصل فيها والله دورتي عضفك والله أعلم وصفه.